السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج زوم من البرامج الفيديو ميتنج القوية جدا، وأثبت وجوده في فترة بسيطة. أول لما حصل موضوع كورونا بالنسبة للتعليم أونلاين كان البرنامج جاهز وبرنامج ناس كتير معتمد عليه، فأسهمه قفزة رهيبة جدا، مصاب بقوم من عند قوم الفوائدي. بس أثرت إشاعات على موضوع الأمان، تمام؟ بمعنى إيه؟ في مواقع وبرامج بيبقى فيها انتفيروس قوي جدا، بيبقى فيها حمايه، بيبقى فيه منع تواجد الفيروسات. برنامج الزوم ما فيهوش الموضوع ده، فبرنامج الزوم مش حدش يقدر يخترق من يخترق الجهاز بتاعك او يخترق الحساب بتاعك غير لما انت تسمح له. بمعنى ايه؟ يعني هيجي في الشات وهيبعت لك ملف، فالملف ده لما تدوس عليه يروح محمل لك الفيروسات، فما تفتحش اي ملف او لينك غير لما تكون واثق ان الشخص ده هو اللي بعته، لان ممكن واحد مثلا يروح داخل عندك الغرفه ويروح باعت لك لينك وانت بحسن نيه تروح داس عليه، او ملف هابي نيو يير، هابي عيد، هابي رمضان، اي حاجه من الحاجات ديت، ويروح ايه محمل الملف دوت فيجي لك الفيروسات. فانت كن يعني متنبئ لذلك، تمام؟ ما تحملش حاجه في الشات غير لما تكون واثق منها ويكون المحاضر بيقول انا بعت لكم الملف دوت. ما يغركش ان هو ممكن يكتب zoom.com ويروح ايه حاطط رابط، ممكن يكون رابط مضروب، ممكن يكون في مثلا 3 او يكون هو واخد موقع مشبوه وحاجه زي كده. طيب الامر الاخر، بتفعل حاجه اسمها enable voting group. بمعنى ايه؟ معنى ان مفيش حد هيدخل حتى لو معاه اللينك غير لما انت تسمح له. يعني انت مثلا المفروض الاجتماع ده بالناس اللي معاك في الشركه، احمد ومحمد وحسنين ومصطفى، لقيت واحد مثلا اسمه امير، تمام؟ مين اللي جابه دوت؟ فenable voting group هو مش هيشوف المحادثات ولا هيشوف اي حاجه خالص غير لما انت تسمح له، تمام؟ فدي من الحاجات الكويسه جدا اللي هي انيبل ويتنج روم. طيب من الحاجات الكويسه جدا برضو ان انت من ضمن الخصائص بتاعتك في الحساب بتاعك هتلاقي حاجه اسمها اونلي اثوريتد يوزر كان جوين ميتنج، يعني محدش هيقدر يدخل غير لما يكون ليه حساب وموثوق فيه، بحيث ان مش اي حد معدي ومن النت كده من غير ما يكون ليه عنده حساب على زوم اول ما يدخل يروح كاتب اي اسم ويروح داخل. لا، لازم يكون ليه حساب وايميل وتليفون وكل الحاجات دي مسجله في موقع زوم. فانت لما تفعل الخاصيتين دول خلاص محدش يقدر يدخل غير لما يكون ليه حساب على زوم ومسجل والايميل بتاعه وكل الحاجات دي. فدي من الحاجات القويه جدا في برنامج زوم اللي تخليك تبقى شغال عليه ومش خايف من الفيروسات، اللي هو ان انت تفعل الاختيار دوت، وان انت في الزوم تفعل خاصيه اللي هي انيبل ويتنج روم، وما تدوس على اي لينكات واي فيرسس، ساعتها تقدر تشتغل على برنامج زوم بدون اي مشاكل.